بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اخيرا بقى جبت الحاجات الحلوه اللي هي الجكرا، الكفرات اللي بتاعت الانترهات والصالونات، جميله جدا جدا. وعشان بقى كل سنه وانتم طيبين بقى عشان العيد وكده، فانا قلت ايه اجيب الكفرات الحلوه دي ونجدد عشان العيد بقى. كل سنه وانتم طيبين، وفي بقى عرض خصم عشان لحد يوم الوقفه، حلو جدا جدا. لو هبحط لكم بقى الارقام بتاعتهم، وناس ممتازه جدا، ويعني بتوع الجمله، يعني جمله الجمله، وحاجات جميله. انا جبت ان شاء الله حاجات بقى فرداني، هوريكم بقى ايه كبرات الفرداني وكبرات ايه. جبت كذا قطعه، بسم الله الرحمن الرحيم. انا جبت بقى الكفر الجميل ده، ده ايه، ده كنبتين وكرسيين، ده طقم كامل على بعضه، كنبتين وكرسيين، في منهم كنبتين وكرسيين، وفي منهم ايه، وفي منهم اربع كراسي وكنبه. انا جبت منهم بقى ايه العدد اللي انا عايزاه، يعني جبت بس فرداني بقى ايه، وفقت بقى الالوان مع بعضها. اللون الجميل ده حلو قوي، عجبني يعني جبته. بصوا بسم الله ما شاء الله، جميله جدا اهي. ده كرسي والاولاني كنبه. بص الكراسي جميله جدا، هوريها لكم بقى ان شاء الله في الفرش. خلي بالكم مهم جدا ان انتوا تجيبوا بقى معاها الحاجات دي عشان خاطر تعرفوا تفرشوها حلوة قوي. بصوا بسم الله ما شاء الله، الخامة جميلة جدا جدا، واللون روعة، جميل قوي، عجبني خالص، وفي نفس الوقت يعني شيك وقيم وجميل قوي ولذيذ كده. يعني في الفرش ان شاء الله هيبقى حاجة تانية، هبوريه لكم لما افرش ان شاء الله. دي الكنبة الكبيرة والكنبة الصغيرة اللي انا وريتها لكم في الاول. نشوف وكرسيين، دول ايه، دول طقم كامل على بعضه. انا جبت ده طقم كامل على بعضه، بس برضو ايه عاملين عليه خصم من حد يوم الوقفه، فحلو قوي. انا بحط لكم الارقام عشان لو عايزين تشتروا قبل العيد بسرعه تلحقوا، بكره ايه فاضل بكره قدامكم تلحقوا فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، جميل جدا. انا بقى عندي كذا قطعه مع بعض، ثلاث قطع كده ايه مع بعض في نفس المكان، فانا حبيت ايه اوفق الالوان، يعني يكون ايه اللون يمشي مع الالوان، تمشي مع بعضها او ايه، او يكون لون واحد. فانا جبت ثلاث ارباع الحاجه ايه لونها كشمير، بس ايه بصراحه هي النقشه مختلفه، بس انا قلت مش مشكله، يعني هتبقى ايه ان شاء الله هتبقى كويسه حلوه يعني. بصوا بقى، هو اللون ده فاتح، يعني ده الوحيد اللي فاتح شويه، بس هو الرسمه مختلفه برضو، بس ايه مش مهم يعني. انا قلت ايه ان شاء الله هتبقى حلوه يعني باذن الله. في اهو بقى ده شكل الفراشه، بسم الله الرحمن الرحيم، رسمه الفراشه جميله جدا اهي، وهي بتبان برضو في الفرش. هنوريكم لما نفرشه ان شاء الله، هوريكم شكله جميل في الفرش. انا جبت يعني كذا قطع، ودي برضو رسمه مختلفه برضو اهي، يعني الرسمة كمان برضو مختلفة، دي جميلة قوي. انا بقى جبت الكشمير وجبت ايه، ما لقيتش طبعا العدد كله اللي انا عايزاه، كشمير بس او لونين يمشوا مع بعض، فانا حبيت ايه، فانا جبت اللون الجري ده، جبت كرسيين اتنين اللون ده، عشان هما الاتنين دول هيبقوا مع بعض ناطقين، يعني حلوين مع بعض، هيليقوا على ايه على بعض. هي الرسمة مختلفة بس مش مشكلة، هو ايه برضو هنعملهم كده ايه مع بعض، نحاول نوزعهم كده بشكل جميل، ان شاء الله هيبقوا حلوين في الفرش وجمال ان شاء الله. بس لو في نفس الوقت لو عندك حاجة عايزة تتجدد ومش معاكي مثلا تجدديها صالونة او انتريه ولا حاجة، تجيبي له كفر زي ده هيبقى حلو جدا. ده بقى دي كراسي بتاعت سفرة بس كوريشة، ماشي، جميلة جدا برضو، نفس الشغل ونفس نفس الكورنيش بتاعها، دي بتبقى جميله جدا. هو انا جايبها مش لكراسي سفره، انا عندي كرسيين انتريه، في كرسيين ايه شبه كراسي السفره كده، تنجيد في تنجيد كده، بس دول هيبقوا دول جمال جدا عليهم، هيبقوا حلوين جدا، حاجات حلوه جدا جدا هتعجبكم ان شاء الله لما هتحبوا ايه. وفقت بقى كل الالوان بقى ايه شبه بعضها كده، وجبت برده كمان ايه، جبت كمان ستارتين جريه، دول ستاير قطيفه سهله في التركيب، اللي هي ايه على التركيب على طول. انا جبت الستاير ايه
تجيبها من ده عشان يعني تبقى يمشي كل الحاجات مع بعضها. بصوا حاجه تقفيل جميل اهو، تحطيها على طول في الماسوره كده، تدخلي الحاجات دي في الماسوره على طول وتركبيها، جميله جدا وشكلها حلو قوي. دي قطيفه انا جبت منها قطعتين ماشي، وفي برضو جبت المفرش ده، دي اصلا كنبه فرداني جميله جدا، بس انا هستخدمها عندي شفونيره كبيره هفرشها عليها كده زي مفرش، هي جميله جدا ان شاء الله تمشي معاها. وبرضو في عندي برضو المفارش دي، يعني ايه حبيت بصراحه اجدد العيد وانا ما عنديش، كنت عايزه يعني اجدد من زمان بس ما لما ربنا اراد يعني الحمد لله. فدي دلوقتي جبت برضو المفرشين دول يعني حلوين ان شاء الله هي. وجبت برضو الطقم ده اللي هو الطقم اللي هو 10 كده، ده كان ده برضو ايه ده خامته من جبلان، ده 4 قطع، ده في منه 4 قطع وفي منه 5 قطع، ده جبت منه اللي هو الكرسي الاربع كراسي والكنبه كبيره و6 مناديل، ده جمال جدا جدا، وان شاء الله هبوريهم لكم بقى في الفرش. وكل سنه وانتم طيبين، وهبحط لكم الارقام والعنوان لو عايزين تروحوا تجيبوا بسرعه يعني قبل العيد. وكل سنه وانتم طيبين، مع السلامه.